مع دخول فصل الشتاء بدأنا موسم الزكام، للأسف الكثير يأخذون أدوية مضادات حيوية من دون وصفة طبية وبشكل عشوائي، وما يعرفون أنه لها سلبيات كثيرة ومخاطر على الصحة. إيش هي مخاطر هذه الأدوية؟ رح نتكلم عنها بتفاصيل مع ضيفتنا أمان العصيمة، صيدلانية. هلا وسهلا فيك سلام. أهلا، هلا وسهلا فيكم، وهلا وسهلا بالمتابعين والمستمعين وين ما كانوا. ممتنة مرة للاستضافة وكرمكم واهتمامكم، وإن شاء الله نقدم مع بعض يعني شيء يليق بذائقة الجميع إن شاء الله بإذن الله. بداية خليني أسألك، وش المضادات الحيوية؟ يعني من وين أبدأ وين أخلي؟ أنا كصيدلانية لي باع طويل في مجال المستشفيات وتحديدا في الطوارئ، لك أن تتخيلي خيبات الأمل اللي ناخذها على وجيه المراجعين لما يجون على آخر ديستنيشن أو آخر محطة على نافذة الصيدلية. يجي يكون مستني 4 إلى 3 ساعات ويفتح الوصفة، أو إحنا لما نعلمه على الوصفة الطبية ويكتشف أنه ما في مضاد، يا ساتر يا إلهي، خيبات مش طبيعية. وين المضاد؟ أنا تعبان، أنا صلي فترة طويلة كم يوم، أنا عندي حرارة. بالذات الآباء بالتعامل مع أطفالهم يعني مرة تصيبهم صدمة لو ما في مضاد. طبعا المضاد الحيوي ما هو يعني شيء جديد، ولكنه كان ثورة في القرن 19 لما اكتشف عام 1928 تحديدا عن طريق ألكسندر فليمينغ. البنسلين القصة المعروفة كانت عن طريق الصدفة، وسوت ضجة، وخلنا نقول أنه ساهمت بالحفاظ على الجنس البشري، لأن الناس أنت عارفة زمان كانوا يموتون بشكل مش طبيعي من الأمراض والأوبئة، عندك الطاعون، السل الجدري، الإنفلونزا حتى كانت تقتل جزء كبير من البشر. فالمضادات ساهمت في حفظ البشرية، لكن بنفس الوقت البشر أساء استخدامها، خلينا نقول حملوا المضاد الحيوي المسكين أكثر من طاقته، وكأنه برتبة مارشال وهو جندي يعني، ولكن من الطراز الرفيع، فهمتي علي؟ كأنه العلاج السحري لحل جميع المشاكل. باختصار شديد وبدون يعني مصطلحات علمية، المضاد الحيوي أصلا زمان كان يعني يتكون من مركب كيميائي مستخرج من كائن حي لقتل كائن حي آخر دقيق اللي هو البكتيريا. مع الوقت صار يعني يركب بشكل كيميائي، ولكن هو عشان يحارب البكتيريا، هذا هو تعريفه يعني بشكل عام. البكتيريا أيضا لازم نعرف أنها صدق أنها كائن دقيق جدا، لكن بنفس الوقت سريعة الانتشار، ذكية، متحورة، وتطورت عبر التاريخ وللحين موجودة يعني من أصل البشرية إلى يومنا هذا. فهذا التعريف بشكل مختصر. طيب أماني، خليني أسألك، الآن إحنا عندنا قناعة أنه كل ما جيت حرارة جتني التهابات جتني شيء، هو الحل مضاد. صحيح، هو الحل، رغم أني أعرف أنه كثير في دول أخرى بدأوا يقلصوا عملية استخدام المضاد كثير كثير كثير، بل يحد يعني ما يستخدموه إلا في أقصى احتياج ممكن، عشان في النهاية أعتقد المناعة للجسم الإنسان، ولأنه هو في النهاية بيضرب قدرة الجسم نفسه، صح؟ صححيني. شوفي، كمان الحديث بالطريقة هذه جزافا ما هو صحيح. نعم، حتى في المجتمعات الغربية في استخدام المضادات الحيوية بشكل مش طبيعي. نعم، ما هم مقننين منها. أمريكا لحالها قاعدة تستخدم كم مهول من المضادات الحيوية للفرد الواحد في السنة الواحدة. فالموضوع سيان في مجتمعاتنا والمجتمعات الخارجية. طبعا المضاد الحيوي له أكثر من نوع، سألتوني عن أنواعه. ممكن يشتغل بشكل ضيق المدى أو نارو سبيكتروم أو برود سبيكتروم. البرود سبيكتروم أو اللي هو الواسع الطيف يشتغل على أنواع كثيرة من البكتيريا، يعني يدخل الجسم ريجاردلس إيش البكتيريا، كويسة مو كويسة، إيش الأنواع، يدمرها. النارو سبيكتروم يستهدف أنواع معينة من البكتيريا، وممكن يكون حتى نوع واحد زي الأيزونيزاد اللي يعني يستهدف التي بي أو مرض السل البكتيريا اللي تسببه. يعني كيف أقول لك، طريقة عمل المضاد الحيوي مختلفة، مش واحدة. ممكن يدخل الجسم يدمر جدار الخلية، يشتغل على الدي ان اي، على البروتين، ممكن يكون بكتيريسايدل او بكتيريستاتيك، ممكن يعني
يقضي أو يقتل على طول البكتيريا، أو ممكن يسوي تثبيط العملية نموها أو تكاثرها، بعدين الجهاز المناعي اللي في الجسم يدمر هذه البكتيريا. أماني أنت قاعد تقولين معلومات، وأنا فعليا مع أني أنا أقرأ كثير بالأشياء الطبية بس ما قد يعني قريت أو انتبهت المعلومة اللي قريتها أنه يشتغل على الخلية ويشتغل على الدي إن إيه، فهذا الشيء بعد مرة يخوف. طب إيش عقوبة دي إن إيه؟ نفس الخلية البكتيرية مش الخلية البشرية. أوكي. لأنه هو يعني يستهدف البكتيريا. طب وش خطورة أني أنا أستخدم مضاد حيوي من غير وصفة طبية؟ شوفي الحمد لله إحنا وصلنا بالذات بالسعودية إلى يعني مكان أنه الآن ممنوع أي مريض يروح حتى صيدلية أو كوميونيتي فارماسي الخارجية ويطلب مضاد حيوي كذا، ما رح يعطونا أساساً الصيادلة أي دواء بدون وصفة طبية. حتى إحنا كصيادلة في المستشفيات أحياناً يجون المرضى يطلبون منا وصفة لو سمحت يا دكتور اكتبي لي، لا لازم تكون عن طريق الطبيب عشان يوافقون عليها برا. طبعا المضاد الحيوي احنا ما نتكلم بس كشكل حبوب بالشكل العادي، الحبوب حتى او الكبسولات عفوا الفيوسيدين العادي اللي الكل يستخدمه الحين لا يصرف الا بوصفة طبية. صحيح. عندك ايضا مضادات حيوية في القطرات بالمراهم، فلها اشكال كثيرة والحمد لله وصلنا الى مرحلة عن طريق توجيهات وزارة الصحة انه ما نصرفها بدون يعني وصفة طبيب. حلو. طب انا اماني ابغى اسالك الان، كيف اعرف اني او خليني اقول لي الفرق؟ يقول لك لا والله المضادات الحيويه للامراض البكتيريه بس مش للامراض الفيروسيه، والفيروس حيدخل وياخذ دورته كامله في الجسم وخليه يطلع عشان ايش هي المؤشر اللي يخليني انا كام مثلا مع اطفالي او انا نفسي اعرف انه انا اللي عندي شيء بكتيري مش فيروسي عشان اقدر اقتنع بكلام الطبيب اللي قاعد يكلمني؟ شوفي الفيروس له دورة حياة، إذا الإنسان كان سليم وكانت الحمد لله مناعته كويسة ما يتعاطى أي يعني أدوية كثيرة ثانية أو يكون عنده مشاكل في الكبد أو الكلى، نقدر نقول الإنسان هذا بإذن الله راح يتغلب على الفيروس. موضوع الخلط بين البكتيريا والفيروس هذا كومن وشائع جدا، وهنا يعني تجي مهمة الطبيب أنه يشخص الحالة هذه عن طريق الأعراض. بشكل عام خلنا نحكي ان اغلب الناس تخربط، انا عندي حراره انا خلاص طحت انا لازم اخذ مضاد حيوي. الحراره عاده تكون مؤشر على دخول فيروس للجسم وليس بكتيريا، عرفتي؟ اكبر دليل انه ممكن ناخذ حبه بنادول عفوا او خافض حراره ونمارس اعمالنا بشكل عادي. هذا ايش يعني؟ اني انا خلاص انا ثبطت الحراره هذه والفيروس عايش حياته جوا الجسم وخلاص بياخذ دورته الكامله. صح. كمان الانسان مفروض ما يعني يستعجل فتره الهيلينج او التشافي. في خط دفاع عندنا في الجسم الحمد لله، البشره، الكريات الدم البيضاء، انت عارفه، الكبد، الكلى، الفلورا او البكتيريا النافعه، في جنود جوا الجسم سبحان الله قاعده تدافع، فما له داعي تدخل خارجي من المضاد الا اذا كانت الحاله تستحق هذا التدخل. ايش الحالات اللي تستحق؟ هذا الطبيب يحددها. اذا كان التهاب بكتيري جدا حاد مثلا عندنا، او الالتهاب الرئوي مثلا سببه بكتيريا، لازم المريض ياخذ ادويه في هذه الحاله. او حتى احيانا المرضى اللي يكون عندهم عمليات، داخلين على عمليات، قبل العمليه اساسا يعطون مضاد حيوي وبعد العمليه. ليش؟ لانه المريض هذا دخل المستشفى، ولازم يعني هذه النقطه لازم ننبه عليها يا جماعه، لا تروح المستشفيات اذا ما له داعي. المستشفى مرتع للبكتيريا بشكل ما تتخيلونه. انا ارى امهات والله في سيب الطوارئ تلاقيها على الارض وقاعده عفوا يعني تاكل ولدها او شيء. ما يجوز هذا الكلام. لازم احنا نعرف لما ندخل المستشفى هذه بيئه كامله عندنا من ملغمة. من طبعا ملغمة. في شيء اسمه نوزوكوميال انفكشن اللي هي البكتيريا اللي تتخذ مكان معين انها تنمو فيه وتتكاثر، فلازم الواحد يكون كمان حريص في دخول المستشفى. متى ادخل المستشفى؟ مش على الطالعة والنازلة ادخل المستشفى. للأسف الناس عندها بالذات الحمد لله عندنا في السعودية يعني غالبا انك تتعالج فور فري او ببلاش، فيلا اروح على الطالعه والنازله واخذ مضادات واطالب احيانا الدكتور انه يكتب لي. في كمان ضغط على الدكاتره، انتم لازم تعرفون ان الممارسين الصحيين بشكل عام عليهم ضغط. احيانا الدكتور، بعض الدكاتره ما اقول لك الجميع، يبغى يفتك من المريض من كثر الزن، يا دكتور اكتب لابني مضاد، يعني انا ما بكتب لها اخر شيء بس عشان تروح.
فاحنا نبي نوصل. طب هي وين المسؤوليه اذا كتب لها؟ طب من البدايه ما يدخلها، مو في ممرضه تكشف تشوف الضغط وتشوف الحراره؟ صحيح ممكن يكون عندها حراره بس ما يكون يعني يستدعي الموضوع انها تاخذ مضاد حيوي. فزن كمان البيشنت في مسؤولية. هل 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 يعني معلش خليني ارجع لك واكد على سؤال اودي. الطبيب هنا هو المسؤول الاول، هل المفروض اني انا استجيب لضغط من مريضه او انه كذا فاقوم والله؟ لا انا اقول لك ما ابرر، لكن كمان في مسؤوليه تقع على المريض. بالعكس يا اختي، المفروض اذا كتب لك مضاد حيوي انت تسالين الطبيب، يا دكتور انا الالتهاب اللي عندي بكتيري ولا فيروسي، هل انا احتاجه ولا لا؟ هذا ابسط الاسئله. بس ما اعتقد ان عندنا للاسف الوعي هذا، ما اعتقد انه موجود بهذا المستوى. عشان كذا احنا نبي يعني ما يعني ما ادري، اكيد يجاوبوا الاطباء اكثر عني، انه تيجي المريضه تسال انا اللي فيني بكتيري او فيروسي، وتكون عارفه ومستوعبه ان اذا بكتيري اوكي باخذ مضاد، اذا فيروسي ما اخذ مضاد. انا اعتقد ان هنا ممكن، وصححي لي انت في المجال ادرى مننا، هنا يعني مسؤوليه مطلقه كامله على الطبيب. طبعا كاملة على الطبيب. هو مش مسؤول، او عفوا المريض مش مسؤول عن وعيه هنا، بالعكس المفروض ان الطبيب صحيح يساهم في رفع، يقول لها يا اختي يا امي يا بنتي ما هكتب لك مضاد. اي طبعا ما سوت ما هكتب لك مضاد. طبعا 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 قيسي على امور كثيرة، بس لازم كمان يعني المريض يكون عنده وعي ويسأل المضادات الحيوية ايش مشكلتها. الموضوع ما هو فردي، يعني الحين بسألك سؤال اودي، الحين اذا اخذنا علاج بشكل اوفر دوز أو جرعة مفرطة، إيش أسوأ الاحتمالات اللي ممكن يصير؟ حساسية بالجسم، اختناق في التنفس. أسوأ الاحتمالات حكة يطيح يموت إذا أخذ جرعة عالية المريض. في ناس تأخذ جرعة عالية من الأدوية لدرجة أنه هذا أسوأ احتمال الموت. إذا الموضوع هنا فردي، أنا أثرت على نفسي. صح. فالمضاد الحيوي، واللي أبغى أوصل الرسالة اليوم أن الموضوع مش فردي. أنا لما أخذ مضاد حيوي ويدخل جسمي لازم اخذه ايضا باوقات محدده. انا توك انت بسالك، بقول لك وش فائده اني انا اخذ المضاد الحيوي في اوقات محدده؟ ليش اخذه في اوقات محدده؟ اهم شيء شوفي، الذاكره لا يعول عليها في المضادات الحيويه، لازم يكون في منبه لو سمحتم، يعني كلنا ننسى، فهمتي؟ ليش انا اقول لك ليش؟ فرضنا المريض هذا اخذ حبه المضاد الحيوي الساعه 12 الظهر، تمام؟ دخل المضاد الحيوي الجسم وقتل الصف الاول من البكتيريا هذه. الساعة 12 في الليل لازم ياخذها، لو ما اخذها في الوقت هذا البكتيريا ذكية وقوية وشرسة بتكون لي خط ثاني. أوه. وكأنك يا ابو زيد ما غزيت. عندنا سهالات اماني، احنا يقول لك هنا صحيح، خليني اسالك سؤال بدقة وانا متأكدة ان كثير يمارسوا، يقول لك ما فرقت نص ساعة، ما فرقت ساعة، اذا فاتتني 12 باخذ واحدة وارجع، وتلقين مثلا مضاد في مسيرته يوم اخذه من 12 ل 12، يوم اخذه من 1 ل 12، يوم اخذه من 4 ل 3، هذه العملية لها اثر؟ شوفي ساعة نص ساعة، يعني خلينا نقول إن شاء الله ما رح يأثر بالتأثير الكبير، لكن الواحد من أساس المفروض إنه ما يتهاون وياخذه on time، خلي المنبه معك دائما. شغلة ثانية، الكورس الكامل للمضادات الحيوية، في مضادات مثل المفروض تاخذينها 5 أيام، ما شاء الله المريض أخذها اليوم الثالث شاف حاله زي الحصان. إيش بتسوين؟ تقولي كذا تقطعين صح؟ أنا أقول خلاص المضاد ما يحتاج. إيه ما يحتاج. أدخل الجسمي كيميكلز زيادة خلاص. أنا 3 أيام. هذا غلط، لا تاخذينه من البداية. ليش؟ لأنه أنت بالطريقة هذه بتخلين البكتيريا اللي في جسمك تتعرف على هذا المضاد، ذكية بتكون زي السوبر باج، بتصير لو المرة الثانية دخل المضاد هذا الحيوي أنا شفتك من قبل، خلاص أنت ولا شيء، فهمتي؟ الموضوع زي الحرب بين البكتيريا والمضاد الحيوي. والمشكلة أن البكتيريا في كل مكان، عفوا على الجلد، في الهواء، حتى في وانتم بكرامة بالبول، الحين لما يطرح من الجسم يروح في أماكن ثانية، احنا ما قاعدين نطلعه من الكرة الأرضية، صح ولا لا؟ صح. موجود في الزراعة، في الأراضي، في كل مكان، فاحنا بالطريقة هذه قاعدين نكون جيل جديد من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. فهمتي كيف الموضوع؟ مش بس على الفرد يأثر، المضاد الحيوي مو سهل على المجتمع، مجتمعات بأكملها. وإحنا على فكرة متجهين في 2050 قاعدين يقولون إنه الوفيات اللي راح تنتج عن طريق يعني البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أكثر من الوفيات اللي قاعدة الحين تنتج عن طريق مرض الكانسر. تخيلي،
الطب تطور كثير بشكل فظيع الحمد لله، ولكن ترى في أزمة، لأنه في جنريشن أول من المضاد الحيوي، جيل ثاني، جيل ثالث، خلاص إذا أنت قاعدة تكونين بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، إحنا بنوصل إلى فترة حتى الإنفلونزا، أو يعني خلنا نقول مش إنفلونزا، هذا فيرل، حتى البكتيريا السخيفة البسيطة الجسم ما راح يقاومها، تخيلي، وممكن يموت الإنسان. فالمسؤولية هنا مش فرد، يعني على المجتمع كامل، على مجتمعات كاملة. يعني خليني أذكر بس مثال إذا في مجال. تفضل. في ألمانيا عندك تقريبا قبل 10 سنوات كانوا يستوردوا الحلبة المصرية عندهم، يأخذوها. الحلبة هذه كانت تتغذى من الأرض، الأرض هذه كانت مليئة بالبكتيريا المقاومة للمضادات. وصلت ألمانيا، في طبعا جروب من الناس تقريبا 40 شخص مات وقتها. صارت اتهامات بالاتحاد الأوروبي، حتى يعني صارت مناوشات أنه منعت استيراد الحلبة المصرية. فأنتي متخيلة؟ يعني أنا قاعدة أقول لك أمثلة عشان الناس تدرك الخطر من يعني سوء استخدام المضاد. هو كويس ولكن في حالات معينة، مش حطالة أو نازلة. صحيح، أكيد طبعا أماني. والمضاد بالنسبة لنا يعني كل ما كانت، يعني لا تحطونه خيار أول ولا تحطونه علاج دائم. ونؤكد على ما تفضلتي فيه طبعا، مسؤولية الطبيب في رفع الوعي للمرضى فيما يخص هذا الأمر. أمان يعطيك العافية، شكرا لتواجدك معنا. الله يعافيكم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع لكم. بعد الفاصل، ما أهمية فهم بنود عقد العمل قبل التوقيع عليها؟